أحيا عشرات الآلاف من المسيحيين اليوم الجمعة العظيمة أو الحزينة في القدس، سائرين فيما يعرف بدرب الآلام، حيث أعاد المسيحيون إحياء عملية تعذيب وصلب سيدنا المسيح كما جاءت في الروايات الإنجيلية. هذا وفرضت قوة الاحتلال الإسرائيلي قيودا على الحركة داخل المدينة، كما منعت مسيحيي الضفة وغزة من دخول القدس والمشاركة في هذه الطقوس. أمواج بشرية من طوائف مسيحية مختلفة غمرت شوارع القدس اليوم. من هنا سار المسيح عيسى عليه السلام بحسب الروايات الإنجيلية، طريق عذب خلالها وصلب في نهايتها وبات يطلق عليه درب الآلام. الدرب نفسه سلكه المئات من المسيحيين من طريق باب الأصباط وصولا إلى كنيسة القيامة، حاملين الصلبان الخشبية ومرددين الأناشيد الدينية. في مثل هذا الوقت من كل عام يسمح لعشرات الآلاف من المسيحيين المجيء إلى القدس من كل أصقاع الأرض باستثناء مكان واحد، فلسطين، إذ يحرم مسيحيو الضفة الغربية وقطاع غزة من دخول القدس والمشاركة في طقوس عيد الفصح. لكن هذا لا يعني أن القدس بحد ذاتها أيضا خلت من قيود الاحتلال، قيود عطلت كل أشكال الحركة بحجة تطبيق النظام والأمن. ندعو كل الأشخاص اللي عايشين معنا يتقبلوا خلاص يسوع، يتخلصوا من الشر، من الخطيئة، من الموت، يتقبلوا الآخرين، ويفتح المجال لكل شخص مسيحي بحب يشارك في هذا اليوم العظيم في هاي المدينة العظيمة المقدسة أورشليم القدس، أن يجي ويشارك بدون أي مانع، لأنه المشارك هي عبارة عن سلام، عن محبة، عن غفران، عن مصالحة. هنا في كنيسة القيامة، حيث يؤمن المسيحيون أن سيدنا عيسى صلب ودفن، تنتهي مسيرة درب الآلام والجمعة العظيمة، يعقبها ما يعرف بسبت النور الذي يشمل أوج التحضيرات لعيد الفصح وخاتمتها. بشر صغير، التلفزيون العربي، القدس.